السلام عليكم اخواتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى الله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كما دائما ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا قدامي مقادير، قدامي الدجاج والبصله. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم السفه ان شاء الله المدفونه اولا المردومه. كل واش كيقول لها، كاين اللي يقولها المدفونه وكاين اللي يقولها المردومه. بسم الله، كما كيبان لكم عندي هنايا الدجاج والبصله وشويه تاع الزيت، ربع كاس هكا كل شنو تاع الزيت مخلطه، خلطوا زيت الزيتون، اغلبيه زيت الزيتون، ومع شويه تاع الزيت العاديه. وهنا التوابل، عندي شويه تاع الملحه، شويه تاع الخرقوم، والابزار، وسكينجبير. وهنا عندي العسل والقرفه، ولكن العسل والقرفة غنخليهم من بعد، ماشي دابا. بسم الله ان شاء الله. دابا غادي ندوزو ان شاء الله، اول حاجة نصبو ان شاء الله المرق ديالنا، وتابعوني ان شاء الله. بسم الله، دابا غادي ندوز نحط هاد شوية الدجاج اللي عندي انا. انا عندي هنايا درت دجاجة صغيرة، يعني ماشي كبيرة، دجاجة صغيرة، وكل واحد كيبقى على حسب شحال خصو يدير، ماشي زعما ضروري ان احنا نديرو الكميه بحال بحال. بسم الله، ديروا شويه تاع الخرقوم، بسم الله، الابزار، سكنجبير، اولا الفلفل الاسود، كاين اللي ما كيعرفش الابزار شنو هو، الفلفل الاسود والخرقوم والكركمه. بسم الله، ندير عليها هاد شويه تاع الزيت. بسم الله، ونديروا هاد التوابل شي شويه بحال هكا باش يدخلوا شويه لينا في بعضياتهم. نحاول نشدها باش ما تبقاش غير في بلاصه وبلاصه. لا، من الاحسن نديروا لهم بحال هكا. بحال هكا. ودابا غادي ندوز نقطع عليهم البصله على هذا الشكل، هذا طويله بحال هكا، هي كلها غادي نديرها هكا بحال هكا. يعني تقريبا انا درت نصيب العادي، يعني هي فيها ما شاء الله. هذا السفه المدفونه ما شاء الله راه فيها بزاف ديال الاشكال والانواع. انا درت لكم اسهل وحده هي هذه. صافي، دابا ندوزو ان شاء الله نشعلو عليها. دابا حنا درتهم يتشحروا لينا، يتقلاو، خصنا نقليهم شويه مزيان، نقصو عليهم ونخليهم يتقلاو مزيان، وتك البصله تنزل، عاد باش ندير واحد شويه تاع الماء، ما كنديروش بزاف. انا غنقص عليه ونخليهم يتشرملوا لينا، يتقلاو مزيان. وندوز نقطع هاد البصله اللي كيشتو، انا درت ربعات البصلات، وحده درتها هنا، وهادو ثلاثه اللي باقين هنا ما مقطعينش نقطعهم. انا غندير واحد قد هكا ربيع تاع الماء ولا قلعة، باش تشحر ليا ديك لا سميتها قلقة، ما نكملوش كامل، باش تشحر ليا مع ما طلقش الماء بزاف، هكا مع الدجاج ناشف ما طلقش الماء مزيان، درت واحد شويه باش ما تحرقش ليا ديك العطريه، ونخليه يتقلى مزيان كما قلت لكم. حتى تنزل ديك البصيله، وعاد باش نزيد نص كاس ولا ما كنكثروش الماء بزاف غير باش يطيب واحد شويه، ما حنا غنديروا لك الساعه البصله، البصله كتطلق الماء. هانتا بعد ما تشحرت لينا ديك البصيله، عقبات تلقات داك الماء المريقه ديالها،
تشحرنا مزيان صافي. دابا غادي ندوز نحط ليه نحط عليها هاد البصله بسم الله اللي انا قطعتها طريفات بسم الله. وما غاديش نزيد دابا لا ما لا والو حتى نشوف على حقاش على حقاش البصله كتطلق الماء. غادي نقص عليها ونشوف الا طلقات ليا الماء مزيان ما غاديش نزيد كاع الماء. ولا شربت ليا ما طلقاتش راه غادي نزيد واحد نص كاس ولا بحال هكا ونخليوها طيب. دابا ملي درنا المرقة ديالنا الدجاج ديالنا يطيب غادي ندوز ندير السفة باش نديرها تفور. كما كيبان لكم انا عندي هنايا داك الشعرية اولا المقارونة بحال شكل صغيرة هي نوع من المقارونة نيت عندي هاد النوع. انا عندي هاد النوع بسم الله عندي هنا انا نص كيلو درت نص كيلو بسم الله. ندير لها الزيت الزيت العادية النباتية اول تفويرة كنديرو لها الزيت النباتية. ممكن نتوما تكونوا ديروا انا عندي هاد النوع ديال هاد سميتها ممكن يكون نتوما عندكم شي نوع اخر ديال هاد الشعريه ديال السفه كيكون تقريبا رق. انا بالنسبه ليا هنا هذه هي اللي عندي هذه هي ارق هنايا اللي انا داك هذه هي اللي هي رقيقه بزاف صافي. كنعمرها في الكسكاس ديالها ونديرها تفور اول تفويره كما قلت لكم البنات اللي يلاه ما عارفين اللي ما عمرهم ما داروها كتدير لها هكا بالزيت مزيان صافي. وكنديروها تفور اول تفويره عاد نديرو الماء من بعد حتى كنفوروها. هتابعوا ان شاء الله راه غادي نشوفوا كيفاش غنديروا ان شاء الله. دابا غادي نشوف هاد البصل داك المرق ديالنا راه انتما كيما شفتوا راه كاي طيب ما بقيت زدت لا مرق لا والو راه طلقات الماء ديالها بوحدها كما كتشوفوا. وانا مع عندي دجاج صغير دغيا يطيب ما غادي نزيد لا مرق لا والو. دابا غادي ندوز ندير بسم الله ان شاء الله ندير هاد شويه تاع القرفه كما كتشوفوا شويه تاع القرفه اللي قلت لكم قبيله معلقه صغيره ما نكملها كاع بزاف باش ما تجينيش شويه قويه. وهاد الشويه حتى هي العسل جهد شي جوج معالق ولا حتى هما صغار صافي. ونخليه يطيب ونخلي ديك الساعات الى الدجاج شو طاب ليا بزاف راه غادي نحيدو حتى طيب ليا البصله مزيان خاصه الدغمر داك البصيله صافي. ونرجعوا للسفاي ان شاء الله. قبل السفه ديالنا ولا الشعريه اللي كنديروها هي فارت دابا غادي ندير عليها الماء طيب غنخليها هكاك في سميتو بسم الله. كما كنحطوها باقا سخونه كنكبوا عليها الماء طيب بحال هكا بسم الله. الماء ديالها ني داك اللي كنا كن نديروها فشي حاجه كاع غارقه وديك الساعه نديروها نصفيوها هكا هاد داك هو اللي غيطيب لينا يطيبها لينا ان شاء الله. بحال كنديروها نغسلوها هانتوما كيما انا حطيتها غادي نحطها في هاد المانيت اللي انايا كبيت عليها هي سخونه بحال هكا. صافي هكا داك سميتو هو اللي غادي يطيب لينا يطيبها لينا مزيان داك الماء اللي كنديرو صافي. هادي عندي انايا الله
تجي هي هذيك مع عندي شويه ديما رقيقاش بزاف بزاف بزاف، ماشي رقيقه 100% بحال هذيك الاخرى. يلا كتشرب ونعاود نردها ثاني تفور لينا ان شاء الله. نخليها تتشرب ليا داك الماء اللي درت، ها هي ما تكثروش ثاني الماء بزاف تتولي ما تشربوش ليكم. الا شفتوا كثرتوا بزاف وحطيتوا بحال هكا تصفيوها، ديروا تحطوها في الكسكاس وتصفيو داك تصفيوها كامله باش ما يبقاش لكم داك الماء كثير بزاف. انا درت شي ربعه مع المغارف هكا كلها ما حسبتهمش مزيان، تقريبا شي ربعه ولا خمسه. يلا جاو هما هذوك، دابا غادي نعاودوا التفويره الثالثه ان شاء الله، هذه الثانيه ونديروها ان شاء الله نحطوها باش نزيدوا فيها شويه ديال هي طابت، ما غنزيد فيها غير شويه ديال هذا شويه الملحه والزبده صافي. نردها عاوتاني طيب. ممكن تذوقوها تشوفوا الا كان خاصها شويه ديال الماء ولا لا تزيدوه، ماشي مشكل. كما شفتوا دابا غندير فيها شويه تاع الملحه، بسم الله. والزبده حتى هي بحال هكا نديرو هاد، خصنا نكونو طالقينها شويه تكون دايره تكون شويه غادي شويه بارده. عندي غنقطعها شي شويه باش تذوب ليا دغيا صافي. كون نغطي عليها هكا تذوب ليا وندير معلقه تاع معلقه تاع سكر اولا سنيده اولا اللي بغيتو نتوما. انا ندير السكر حيت غادي يطيب غادي يذوب هاد السكر ما غاديش يبقى صافي. ونخلط كلشي وردها تفور لما تذوب ليا ديك الزبده وهذا نخلطها مزيان صافي. ردها تفور ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. ها نتوما كما كتشوفوا دابا ديجا فارت ليا اخر تفويره بسم الله. دابا غادي ندوز ان شاء الله ان نسقي صافي صايبه نسقي بسم الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصفه المردومه اولا المدفونه كيف تابعتوني عليها. جات على هذا الشكل هذا، جات بالنسبه لي ما عرفتش غتعجبكم في هذا يعني في التزيين ديالها وهذا، جات ما شاء الله جات زوينه. ونتمنى الله ان شاء الله حتى نتوما تعجبكم. يعني انا درت داكشي اللي عندي في الدار، ما يعني داكشي اللي عندي زينت به، ما حنت كل واحد باش كيزين. المهم نتمنى الله ان شاء الله تعجبكم، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من لايك ومن اشتراك معايا اللي اول مره كيشوف القناه ديالي، فضلا منكم وليس امرا. وكنشكركم بزاف وكنشكر كاع اللي كيدخلوا عندي ما شاء الله عليكم، بارك الله فيكم. الصراحه بلا بكم ما يكون والو. نتمنى الله ان شاء الله المزيد المزيد ان شاء الله منكم. شكرا لكم بزاف بزاف، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.